صباح الخير مشاهدينا، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من كافي بريك. حلقتنا لليوم متنوعة، ولكن قبل ما نبلش بفقراتنا بنبدأ حلقتنا بقول صغير للأم تريزا بتقول فيه: إذا أدنت الناس فلا وقت لديك لكي تحبهم. قديش نحن بيومياتنا منضيع وقت على إدانة فلان وآخر ومننسى الشيء الأهم، وهو أنه نسامحهم. ساعتها منصير نشوف الوجه المنيح يلي عندهم إياه، وأخطاءهم بتصير صغيرة كتير بنظرنا لأنه منحبهم، وما منضيع وقتنا على إدانة إنسان يمكن نحن تكون عيوبنا وأخطائنا أكبر من أخطائه وعيوبه. ومن هالمقولة المثمرة كتير رح نبدأ مع أول فقراتنا بعنوان رائدات في الإنسانية. بهالفقرة رح نحكي عن الأميرة ديانا والمساعدات اللي كانت تقوم فيها. لقبت بأميرة القلوب واستحقت هذا اللقب لقيامها بالعديد من الأعمال الخيرية والإنسانية طول فترة حياتها، وأبرز تولت رعاية منظمة مكافحة الجذام، وذلك بعد زيارتها لمستشفى بأندونيسيا لأمراض الجذام، وهي نوع من البكتيريا، وقيامها بلمس الجروح المضمدة للمرضى عام 1989. اشتهرت أميرة القلوب بكونها أول أفراد العائلة الملكية التي تعاملت مع ضحايا مرضى الإيدز وساعدت على إصلاح سوء الفهم المنتشر بسبب هذا المرض. وفي أواخر الثمانينات، حين ظن الناس أن الإيدز ينتقل عن طريق اللمس المباشر، جلست على سرير أحد المرضى وأمسكت يده، وقامت بتأسيس العديد من المنظمات ومراكز الرعاية لصالح مرضى الإيدز ومكافحة المرض. ومن أهم الإنجازات التي سيكون اسم ديانا مرتبط فيها بشكل دائم جهودها في سبيل حظر على استخدام الألغام، وكانت ديانا الراعي الرسمي لمؤسسة هاو تراست، وهي المؤسسة الأكبر والأعرق في مجال إزالة الألغام الأرضية. كما ودعمت ديانا المنظمات المكافحة للفقر والتشرد، كما تحدثت نيابة عن الشباب المشرد وقالت أنهم يستحقون بداية لائقة في الحياة. أما الشخصية الثانية والبارزة أيضا بالعمل الإنساني فهي أنجلينا جولي. الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي عرفت دائما بالحملات والأعمال الخيرية يلي بتقوم فيها حول العالم، إضافة إلى ذلك عينت سفيرة للنوايا الحسنة للمفوضة السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة. ومن أبرز أعمالها هي تبرعاتها ب3 ملايين دولار لمنكوبي تسونامي عام 2004، وتبرعت بمليوني دولار لمنكوبي دارفر عام 2006، وب6 ملايين دولار لمنكوبي المجاعة في الكونغو الديمقراطية عام 2010، ومليوني دولار لمنظمة الطفل العالمية عام 2011، و3 ملايين دولار لمنظمة أطباء بلا حدود عام 2011، و5 ملايين دولار لمرضى أطفال كمبوديا عام 2012، وما يقارب 30 مليون دولار أخرى تبرعت فيها أنجلينا جولي للأعمال في الجمعيات الخيرية بمختلف أشكالها منذ عام 2003 وحتى يومنا هيدا. تبنت جولي حتى اليوم 7 أطفال من مختلف الجنسيات، وهم مادوكس 14 عام، باكس 12 عام، وزهرة يلي تبنتها من أثيوبيا وعمرها 10 سنوات، وتشيلو، والتوأم فيفيان ونيوكس البالغان من العمر 6 سنوات، وآخرهم الطفل السوري موسى يلي عمره 3 سنوات يلي كان ملقى بين الخيام وحيد بعد ما توفى والدي في الحرب. ومن هالسيدات الرائدات بالأعمال الإنسانية ننتقل للفقرة التالية يلي بتهم كتار منكم بعنوان الصحة والغذاء.
وبهالفقرة رح نحكي عن القهوة أو الكافي مع أخصائية التغذية راشيل كوستانتين. مرحبا، اليوم موضوعنا عن القهوة، ومين منا ما بحب القهوة؟ والقهوة معروفة أنها من أكثر المشروبات شعبية بالعالم، ولكن القهوة عندها فوائد على الصحة كما أنه عندها مخاطر نحن لازم ننبه منها. منبلش أول شيء بالفوائد، بنعرف أنه القهوة هي منبه للجسم وبتساعدنا على التركيز وحتى نصحصح على الصبح، ففي كتير ناس بيستفيدوا منها كما أنه بتحارب وجع الرأس والميجران عند أشخاص عديدة. كمان القهوة بتحتوي على مضادات الأكسدة أو الأنتي أوكسيدان يلي هي معروفة أنها بتحارب أنواع عديدة من السرطانات، فهيك بنكون عم نستفيد من هول المضادات الأكسدة اللي هي كتير مهمة لألنا. كما أنه القهوة بتساعدنا على تنزيل الوزن وحرق الدهون لأنها بتعلي ميتابوليزم أو عملية الحرق عند أشخاص عديدة، فالناس يلي بدهم يضعفوا بيقدروا يستفيدوا كمان من أنه القهوة بتساعدهم على عملية تنزيل الوزن. كما أنه القهوة مهمة كتير عند الرياضيين لأنها بتحسن المهارات عندهم وبتعطيهم النشاط حتى يعملوا سبور أكثر. كما أنه دراسات عديدة بيّنت أنه القهوة مفيدة كتير للناس اللي بيعانوا من مرض السكري، فبيّنت الدراسات أنه القهوة بتساعدنا على تنزيل معدل السكر بالدم. هيك بنقدر نحن نستفيد من فوائد القهوة ونستفيد أنه نحن عم نحسن مهارات عديدة بالجسم. أما إذا بدنا نحكي عن مخاطر القهوة، بنعرف إنه القهوة بتحتوي على الكافيين يلي هي مادة مضرة للبول، فمعقول تسبب بالجفاف عند أشخاص عديدة، فهون نحن بننصح الأشخاص يلي بتتناول القهوة بكميات كبيرة أي بمعدل أكثر من 3 فناجين يومياً إنه تشرب مي كتير حتى تعوض نقص المي يلي معقولة تسببه القهوة. كما أنه القهوة بنعرف أنه معقول تزعج المعدة لأنه في كتير أشخاص بتتناولها على معدة فارغة، فهون معقول تسبب لأنهم بالرفلو أو القرحة على المدى الطويل، فنحن لازم ننتبه أنه نحن نتناول الطعام قبل ما نشرب قهوتنا. كما أنه بنعرف أنه القهوة معقولة تسبب بخلل بامتصاص عدد معين من المعادن وأولا الكالسيوم والحديد، فالناس اللي بيعانوا من فقر الدم لازم ينتبهوا أنه يشربوا فنجان القهوة بفرق ساعتين عن تناول الطعام عندهم. كما أنه القهوة معقولة تسبب بالأرق عند كتير من العالم لأنه مادة الكافيين معقولة تسبب بضربات قلب سريعة وقلة النوم عند أشخاص عديدة. وكمان بنعرف أنه القهوة معقولة تعلي الضغط عند أشخاص عديدة، فالناس اللي بعانوا من مشاكل بالضغط أو مشاكل بالقلب لازم ينتبهوا من تناول القهوة بكميات كبيرة. من بعد ما استمعنا لنصائح أخصائية التغذية رح نروح أنا وياكم تنغذي أرواحنا بالموسيقى بفقرة عنوانها Universal Language. لما نقول الموسيقى العالمية ما فينا ما نذكر الموسيقى الأوبرالية يلي أبدع فيها الأوبرالي أندريا بوتشيلي. ولد أندريا بوتشيلي ب 22 سبتمبر عام 1958 بتوسكانيا إيطاليا. تعلم العزف على البيانو وهو طفل صغير، إضافة إلى الناي والساكسوفون. ومن ولادته كان ضعيف البصر ليصير أعمى بعمر 12 سنة بسبب إصابته عند لعبة كرة القدم. كان نجاحه الكبير لدى وقوع شريط تجريبي لإله بيدي لوتشيانو بافاروتي ولقى أول صدى كبير بأوروبا، كما أصبحت غنيته أغنية سونيو عالمية عام 1999 وما زال لليوم أحد أكثر المغنيين شهرة في العالم يلي هو أندريا بوتشيلي. ومن أهم الحقائق عنه أنه بيكره السفر على الرغم بقيامه بعدد كبير من الأسفار. بغني لبنته مد كانت جنين برحم والدته. منح وسام الشرف الأعلى وهو أكبر استحقاق تمنحه الجمهورية الإيطالية. يشعر بأنه عار على المسرح لأنه بيعتبر الصوت أداة حميمة جدا ويؤمن بالموسيقى كدواء. ومن أشهر أقوال أندريا بوتشيلي، حتى في أكثر الموسيقى جمالا هناك بعض الصمت، وهنا نعرف جمال الصمت.
للغناء حاسة حقيقية لتنوير القلب. كرمال هيك رح نور قلوبنا وقلوبكم بصوت الأوبرالي الكبير بوتشيلي وترنيمة أفي ماريا تكريما لشهر العذراء مريم. نوصل لفقرتنا الأخيرة لليوم وهي بعنوان المرأة والسينما. عزيزة أمير هو الاسم الفني لمفيدة محمود غنيمي المولودة في 17 ديسمبر من عام 1901 وتوفيت في 28 فبراير 1952 والتحقت بالمدرسة لكنها لم تكمل تعليمها المدرسي واتجهت لتعلم مبادئ الموسيقى لأنها تمنت أن تكون موسيقية ومن بعدها تعلمت اللغة الفرنسية وبيوم من الأيام وعلى مدخل سينما رمسيس وقفت سيارة نزل منها سائق بإيده رسالة وعليها صورة لسيدة وسلم لرجل المسرح يوسف وهبي ومكتوب فيها هذه السيدة ترغب في التمثيل وهي من أسرة محافظة ومن وقتها هالرسالة سجلت ولادة عزيزة أمير فبدأت عزيزة أمير تنتقل بين المسارح حتى أعلنت تأسيس شركتها السينمائية باسم إيزيس وأنتجت أول أفلامها نداء الله ووضعت عزيزة أمير قصة جديدة بعنوان ليلى ضمت لها فصلين من الرواية السابقة لتصير أحد أوائل الأفلام الروائية الطويلة بالسينما المصرية ومن إخراج ستيفان روستي ونجح الفيلم نجاح باهر هنأ عليه الاقتصاد المعروف طلعت حرب بقوله لقد صنعت يا سيدتي ما يعجز عن صنعه الرجال هذه هي عزيزة أمير منتجة وبطلة أول فيلم مصري عربي روائي طويل عرض لأول مرة في فبراير سنة 1927
ألفت حوالي 16 فيلم ومثلت بغالبية الأفلام يلي كانت تكتبها وأخرجتها، ويلي بلغت حوالي 25 فيلم بالإضافة لأدوارها بالسينما والمسرح. لهون بنكون وصلنا مشاهدينا لنهاية حلقتنا لليوم. ملتقانا بتجدد معكم الأسبوع المقبل. كونوا على الموعد. إلى اللقاء.